نحن شركات الحج والعمرة وعددها 79 شركة للعام الثالث على التوالي لم يخرج أي معتمر من قطاع غزة، وذلك بسبب الحصار المفروض على القطاع وإغلاق معبر رفح لمدة 3 أعوام وعدم خروج أي معتمر. هذا الأمر أدى إلى دمار هذه الشركات وتعرضها لخسائر مالية فادحة تقدر سنويا بمليون دولار. هذا ما عدا 21 عقد تعمل كل عام مع المملكة العربية السعودية، كل عقد يكلف 5000 دولار حتى نكون جاهزين للعمل لحين الموافقة المصرية وفتح المعبر. احنا هينا قلنا هي ثالث سنة مسجلين للعمرة في المكتب هذا، وكل سنة بقول لنا السنة الجاية السنة الجاية، جوازاتنا انتهت ورحنا جددناها وعلى الفاضي كله، لا طلعنا ولا اجينا، والواحد نفسه نفسه ومنع عينه يروح يزور الأراضي المقدسة هناك، لكن للأسف ما فيش، المعابر مسكرة والدنيا كلها مسكرة ولا في طلعة ولا في نزلة. وهي جوازات زي ما انت شايف قدامك، هذه جوازات الناس كلها محجوزة لأكثر من 3 سنين مسجلين ومحدش طلع منهم ولا حدا قادر يطلع. عدد المسجلين لدي للعمرة من 200 إلى 300 معتمر، وهم مسجلين لدينا للعام الثالث على التوالي، ولكن للأسف لم يخرجوا للعمرة بسبب إغلاق معبر رفح وبسبب توقف موسم العمرة. والناس هنا في قطاع غزة مشتاقين لزيارة بيت الله الحرام ومشتاقين لزيارة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذلك نناشد الجميع بالوقوف بالوقوف بجانبنا نحن شركات الحج والعمرة، وبوقوف بجانب أهالي قطاع غزة للخروج للعمرة.